كيو امجد، معناته لازم اقول اهلا وسهلا فيكم متابعينا مشاهدينا مستمعينا وين ما كنتوا كيف ما كنتوا بتتابعونا. تحياتنا اكيد في خميس اخر وحلقه اخرى من برنامج فاضي اشغال، البرنامج اللي صار جزء من روتين حياتي وحياتكم. مبسوط كثير اني انا باجي هون كل خميس، كثير مبسوط، مبسوط بشوفت اخوي رجائي، مبسوط بشوفت المعد، لا ومبسوط كمان بالمناسبه بشوفت المصور. انت بتاع انه انا جديد يا اخوان، عرفت المصور هو اللي قاعد هون، انا فاكره زي عرفته هذا اللي بقعد فوق الحكم اللي بقعد فوق تبعون التنس حكم الرايه التنس اوكي طلع كيف قاعد طلع صح مزبوط، خصوصا انه بس ينزل بيكون اقصر من هاي القاعده، فانا قلت ابصر شو فيه. على كل حال تحياتي حبيبي والله فارس، تعرف يعني من القلب تحياتنا اكيد. احنا يعني نتمنى دائما انه كل خميس بحلقه من فاضي اشغال نقدر نرسم البسمه على وجوهكم لما نطرح اشي مفيد لكم، واذا يعني ما قدرنا والاشي ما كان مفيد فعادي، يعني اكيد مش راح نكون أسوأ اشي بيطلع على تلفزيوناتنا، خصوصا يعني تلفزيوناتنا اللي احنا كثير عارفينها من زمان. موضوعنا اليوم له جوانب كثيره وعديده، وهو ايضا من المواضيع الموسميه زي الرشح والانفلونزا وزيت الزيتون والملوخيه والسبانخ. انا حبش السبانخ بالمناسبه. موضوعنا اليوم عن الرجعه الى المدارس. اهلا وسهلا انا فكرت ترجع عن جد كان سهل صح تعبان. اهلا وسهلا فيكم اعزائنا متابعينا ومتابعين برنامجكم المفضل فاضي اشغال، الذي اصبح واحد من اهم المعالم البشريه والتطور التكنولوجي والتقدم الفكري الفلسفي في تاريخ الانسان الحديث، الذي لا يزال يطرح المواضيع الحساسه والغير حساسه، الضروريه والغير ضروريه، المهمه والغير مهمه، عاد هي باللغه العربيه غير المهمه غير الضروريه، بس مش مشكله ما هو ينال، انت عارف يعني ينال من الاعداء بس لنضيف الثراء الفكري في عقولنا جميعا. وموضوعنا اليوم الى جانب انه موسمي فله وجهات نظر مختلفه ومتباينه بين ربة المنزل ورب الاسره، ففي حين انه اغلب الامهات بينبسطوا لما الاولاد بيرجعوا على المدارس الصراحه، والاباء كمان عشان نرتاح شوي من عجقتهم، معظم الاباء بيكون عندهم موسم الاقساط والمصاريف المدرسيه، وهذا بده قلام حبر، وهذاك بده دفتر طبيعه وزي موحد ومواصلات المدرسه ودوامه المصاريف. في الحقيقه ما في حدا بيعرف إذا كان الطالب أصلاً عم بيستفيد أو لا. فشو رأيك يا سيد أمجد في التعليم المدرسي؟ أكيد لا، أظن حدا مستفيد. ما نتعلم يعني دخلت كل مراحل التعليم، شفت استفدت بإشي؟ إلا ما تكون استفدت. شوف 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 شوف، عشان نكون صريحين، أنت يعني تعلمت القراءة والكتابة والحساب البسيط وين؟ في المدرسة. معناها استفدت. هسا ممكن تحكي إنه أنا بعد الصف الخامس ما استفدت، ماشي. بس انك ما استفدت بشكل بصراحة عام. اكبر استفادة انا طول ما انا قاعد في دار انا باكل، فالاستفادة الوحيد من المدرسة انه في 7-8 ساعات مجبور. انا مخفف فيهن اكل يعني عامل رجيم، هاي صيام متقطع عامل في المدرسة والله. ولا كان هسا انا قد ورد داخلية لا على اساس انت قد ايش وطالعين حوالي اعتصامات مع تصميم حوالي واه منتشر كان شيكناك عشان ما حدش يوقف أجوقف يا أخي بيعجبني تفكيرك الله يسعدك يا رب يعني أنا بستنى في يوم الأيام تصير في منصب أخوي رجائي أنا؟ يعني هلا في قميصك هذا مش يعني مش عارف كده تروح على الدار أصلا، بس إنه يعني إن شاء الله أنا جيت من الدار فيها كل هذا جد؟ واحد على كلك يجي في الدار؟ لا لدرجة متضايقين منك ما؟ ماشي ماشي أنت عارف أنا شو مش يعني يا أخوان أنا اليوم واحد من يعني من أكثر الأيام اللي يعني انا بعرف ان 10-12 سنه بنعرف بعض تقريبا، هذا واحد من اكثر الايام حبا يعني. اليوم في حب رجائي، هيك عنوان الحلقه في حب رجائي قواس، ليست مجرد اركي وليست مجرد نظاره، لا والله ماشي التعليم انا علمتك اليوم انا اليوم صح. بذلت مجهود وعلمتك علمتك اول في جرافيكس على التلفزيون ورا شايفينها هي ضافوني. طب ليش حاطينها في كبسات بلاي ستيشن؟ طب ليش منحفين وجهك هيك؟ مش كان هاي الصوره قديمه لما كنت قاص؟ لا يعني اوكي، اللي عامل الجرافيكس لو سمحتوا بده يزيد في الوجه اللي هو تبع يعني طالع انصح منك هون وبدي يحدد لي لحيتي اكثر شوي. لا هو انت فيش عندك لحيه اصلا، لا خفيفه يعني بس لا لازم ينصح الوجه، بعدين انت وجهك شوي عم دور هون عاملينه مطاول، لا مش عاجبني. طب انا ليه حاطينها على كبسه المربع؟ بحطون مثلا على الاكس على اللي يعني على المثلث. انا اللي بنط المربع ولا المدور؟ انا بعرفش بصراحه. خلص معناها تركها على البركه عادي. هي بقول لك المربع بشوت هذا اموري تمام، انا كابتن الفريق.
والدائرة بترفع. واخونا فارس عن الكرسي الطويل اللي قاعد عليه دبل كيك. يا اخوان انتوا حددوا يا المثلث يا المربع. انا جد ما بعرف بلاي ستيشن ما وصلتهاش. وانا كمان انا كنت اتفرج على يعني انا كانت كبستين واحدة فوق واحدة تحت كنت اعجب فيهم. من يوم ما عملوا الكبسة ام سبع كبسات هاي ما لا ليش والله ليش؟ انا من اول وبيمسكوها هيك ذكر السيجا سيجا هاي من هاي من انا كنت عم بخلص انا لما نزلت انه ليش في كبسات كثير ما لها هذيك يعني في ايش قصرت معك مش في طخطخه وبتحرك هلا امورك تمام واذا ما قدرت اتاري يا زلمه الاتاري اتاري يا حياتي بس تعرف الاتاري كمان مرتبطه بعوده للمدارس ايامنا كان خلص ما انت هاي بتنشال هذا الديفايس بنشال من تحت التلفزيون بتلفله هذا اول شيء بتخبى اول شيء بوده او يعني عمرك زعلت وانت بتودع قطعه بلاستيك تتذكر كيف كانت هيك اسود كبير هيك ملوش داعي بعدين هيك محل هيك. الاشرطه تنفخ ايوه ليش كنا ننفخ صحيح ما هو ايامها كان كل شيء نفخ وخبط هسه بتطفيه وبتشغله بس ايامها نفخ وخبط كان الريستارت تبع الاتاري تنفخ فيها لا اذا كان في شريط ويطلع لي شريط اصلا لعبه مسيبه في صح وكم مرات بيجي عليه 510 العاب مسيبه اصلا فشو ما شريت حيطلع اكيد عندك منها هيك فنرجع للمدارس اللي احنا اصلا بنحكي عنها يا صديقي العزيز إيه. انا وجهه نظري اللي مش متاكد منها انه في كثير من المدارس تحول الموضوع لموضوع تجاري بحت طبعا تمام حتى انه يعني بتفاخروا انه افضل استثمار المدارس العائد على الربح او الربح او بعرف شو بسموها او هامش الربح بتزلش عن 25% طبعا الله يبارك للجميع احنا مش جايين النقطه ان شاء الله بوصل 250% بس ما يكونش على حساب العمليه التعليميه نفسها والشرح للطلاب والمناهج وتسهيل شغله ثانيه انا تقهرني انهم بيفتخروا في ارباحهم ورواتب المعلمين زي العسل خصوصا اللي بوقع المعلمين على مبالغ انه استلم مثلا بخليك تستلم بتوقع 250 وانت اصلا تاخذ مثلا 110 شوف يا سيدي الانسان العربي بشكل عام الانسان الانسان بعدين من ننزل الانسان العربي منخصص اكثر الانسان الاردني انت بتعطيه اي موضوع صح بخربه صح تمام هو بس هي وجهه نظري ومش متاكد منها عشان تمام مش متاكد منها مبدعين انه كيف نخرب اي سيستم انت المفروض تعطي الناس حقوقها صح احنا لا بنيجي بنفكر كيف انا بعدين ايش بيجي بكل وقاحه بيجي بقول لك الاداء عندي يعني ادائك يعني بفاصل كمان بده منه اداء وكل شيء طب الناس ليه بترضى اصلا تتوقع مع هيك مدارس لانه فيش قدامها حل ثاني لما هل يعني هذا مبرر للانسان هسه سؤال عن جد انا بحكي هل هذا مبرر للانسان انه يبرر لحاله انه يعمل شيء خاطئ هو ما برر لحاله بس مرات الظروف بتحكمك انسان يا جماعه الظروف اللي هم 10% 15% ما اقول كلهم ظروف لا طبعا طيب 25% ال 75% ليش وافقته ليش يعني اسمع احنا بنسال اسمع هذا في موضوع انت بتحكي عن المعلمين طب احنا ما هو في مجالنا لا انا هذا بشكل عام بس هو ما هو بصير في كل شيء للاسف بالضبط احنا في مجالنا نفس الشيء بيجي رجائي والله هاي القصه وهي فعليا بدها مثلا 5000 متى اللي رب اسوي ليه ما ليه بتوخس في حالك وتوخس تسمح لي ما احكي في هذا الموضوع لانه يعني بقول ما هو نفسه لانه انت ادرى الناس انه انا بخوضش في هذاك المجال يعني بوصلش المكان هذاك اصلا يعني انت ادرى هذا يعني ليش هيك نفسيات عادي نرجع للتعليم نرجع لو التعليم لو التعليم بوجهة نظري كان خلينا نحكي بيركز على اشياء تفوق العلم نفسه تتعدى العلم نفسه اوكي مهارات شخصيه مهارات احترام الذات مهارات انه لا تتنازل مرات النقد والتحليل في فرق بين اني اتنازل وفي فرق بين اني اتاقلم صح مثلا بفترات زي الكورونا وباء عالمي جائحه زفت كذا اوكي حلو التاقلم التنازل التعايش التنازل لسبب ما بس ما بتنازل في كل اللحظات مش عن مبادئ مش عن فهمت شو قصدي يعني حلو الانسان يكون زي ما بسموها شغل الواحد دايناميك بسموه دايناميك بالضبط دايناميك مرن هلا اسمع ما هو يعني احنا مرات بصير في خلط يا جماعه المبادئ هي اللي ما بتتغير المواقف هي اللي بتتغير يعني انت المفروض اصلا تخيل انه انا موقف يكون من شغله اوكي على 20 سنة نفس الموقف معناته أنا كثير جامد أنا غير مرن المفروض أنه أنت موقفك يتغير ضمن نفس مبدأك مبدأك اللي بتظل ثابت طول حياتك هو هيك يعني الطبيعي بس على كل حال إيش عجبني اللي حكيته جد لا يعني لخصته بطريقة رتبته بطريقة لا عجبتني والله. وأنا اليوم مبسوط أنت اليوم إخوان رجاي عامل معي يعني عامل معي السليمة
يعني صح شو الصح والله يعني اي حدا بده يعرف شو الصح يبعث لي انا ببعث له شو مع رجعي لانه او يحضر الستوري او يحضر الستوري مثلا الستوري على الانستغرام يحضر الستوري عند امجد عمل الصح شو بس هم ما شافوش ما وراء الستوري ما وراء جبت له دونتس انا جبت له دونتس تفضل بتحس انه مرتبطه كونه كنا نحكي عن التعليم والاجور وهيك والمصاريف هلا انت كونك اصلا عندك هيك شيء يعني مرتبط موضوع الدفع يعني الرسوم كل ما زادت بتزيد جوده التعليم ولا تمام شوف انا مبدئيا انا مش حاب يعني زي ما بيحكوها انكسك وما اجاوبكش بطريقه مباشره بس ما بحب احكي عن نفسي بحكم انه البرنامج اساسا انت تعتقد هيك انا فاهم بس بحكم البرنامج مش الي ومش جايين نحكي عن ارائي في ناس كتير بتفكر انه كل ما غلي سعر شيء معين كل ما كانت الجوده احسن الغالي سعره فيه تمام هلا بعتقد انها 70% صح بس مش في كل الحالات صح ياما في ناس حاولوا انهم يعملوا هلا في ناس بتكون نيتهم صادقه انه انا فتحت مدرسه وجبت احسن اساتذه وكذا وغليت السعر بحكم انه انا لما بجيب اساتذه اغلى معناها رواتب اعلى جبت مناهج يعني وهكذا زيها زي اي مشروع في الدنيا ممكن يفشل عادي بس بشكل عام اعتقد انه في النهايه والبدايه الموضوع هو الطالب يا ما في طلاب في مدارس حكوميه زي اللي درسنا انا وحضرتك فيها اللي هي مدرسه عاديه جدا يعني اذا لقيت كرسي تقعد عليه اذا لقيت مدير تحكي معه في الموضوع اصلا مدير مين ففي النهايه كان في عندنا متفوقين طبعا اكيد اوكي النسب اعلى كثير في المدارس الخاصه بس وكنت انا اتفاجئ والله انه والله يسعد الله في متفوقين بدرسوا المنهج الانجليزي على قد ما كان ضعيف مثلا برضه كان في ناس والله بتطلع زي هيك انه والله بيجيبوا بيعملوا لأنه انا ما بعرفش كيف انا مؤمن انه الشغل الفعلي من الطالب لنفسه ومش عم نحكي عن طالب صف خامس يعني فعليا انت عمرك 16 سنه انت بحاجه حدا يقول لك اشتغل على حالك عشان يعني تطور مهاراتك تطور السكيلز اللي عندك اعتقد انه في ناس تحديدا بهذا العمر بدهم هذا الحكي لا انا بحس انه لا والله 16 سنه كبير رجاء شوف هو يقال انه التربيه بتنتهي يعني في نظريه تحكي على 9 سنين في ناس بتحكي على 12 سنه صحيح انتهت بس هون بدي احكوا لنا فاصل مفاجئ حكوا شو الفاصل المفاجئ مش عارف خلص فاصل نطلع فاصل مفاجئ وراح نرجع رجع مفاجئ كمان عشان واحد فاصل راجع خليكم معنا رجعنا لكم فجأة زي ما طلعنا فجأة زي ما طلعنا فجأة أنا قلت أمجد وفي دراسة بتحكي كنا بنحكي عن التعليم للأطفال التعليم المدرسي مش الجامعي التعليم المدرسي بيقول لك الطفل بيكلف يعني بيكلف الطفل الواحد من 250 ألف دولار ل 500 ألف دولار في إيش؟ في المدرسة في المدرسة ولا في حياته؟ يعني من أول من صف أول أو مثلا من كي جي 1 لا 18 من أول ما ينولد لح يصير عمره 18 سنة أنا مكلفه 250 ألف هلا بنحكي على الأغلب يعني بنحكي على مصاريف اليوم حسابات اليوم من سالي زمان أوكي. يعني انسى زمان نحكي حسابات اليوم هذا الرقم فتخيل مثلا اذا انت مخلف لك هي 2 مليون بس ما متخيلك ماله دول من ارض عبدون مش فاهم ايش قصدك بعدين بيجي بيقول لك البلد فش فيها مصاري يعني لا ما هو انتم كمان مش اللي طعمونا اياه اهالينا وصرفوا علينا تحسبوا علينا لا هذا انا ضد الحكي اللي انا حكيته هي حجه اي حدا مثلا بده يحكي يعني مثلا بتعرف هذا الاجابه السخيفه يا زلمه البنزين غالي والناس كلها بالشوارع ما مشيش ما طلعش مشواري مثلا يعني انت بتحكي عن شيء انا لازم اعمله وخص مثلا لو في عندنا احنا شو بسموه مترو وانا كثير يعني بطران فبطلع في السياره احكيها تمام يعني انا بعتقد اذا يعني لما يمشي ويكمل الباص السريع ويصير في خيارات انه في باص سريع وكذا احكوها لانه في خيار مهما يعني واعتقد انه جيد الى حد الى حد الى حد ما تمام الى حد ما احسن ما فيش يعني فاهم لا يعني هسه مثلا المحطات منيحه الكذا في مكان تطلع وتنزل في باص توقف في وقت بمر في حافلات في سيستم انه والله اذا اليوم مثلا في شتوي فمنزيد عدد الباصات في الخط مثلا بنقللهم في سيستم مش زمان انت بتوقف وربك باللي بيكرمه بيجي مثلا عفيض الكريم بس اسمع انا يعني انت بتقول 250 الف يعني انا لو افترضت جد انه هذا الكلام دقيق وانا مكلفه 250 الف على الاغلب 240 الف منهم اكل صح زعتر زيت
لا ما انا بتعرف عمري ما حبيت الزعتر لليوم ما بحبه. مش موضوع انك تحبه او تكرهه. احنا ماكلينه ماكلينه يعني ما لهوش علاقه في الحب والكره. هو الزعتر والزيت بجد اقدم شيء بعرفه في حياتي. كيف مثلا بالنسبه للبشريه الفراعنه السومريين انا هيك طالع الزعتر والزيت. والله بحس حالي بحكي عن الاف السنين قاعد وانا ايام الرومان وقاعد باكل زعتر وزيت. غريب يا اخي الرومان لما كانوا هون ايام زمان كان يكلفهم هيك هالقد المدارس وكذا. هل تعتقد انه كان عندهم نظام صحي الرومان نظام صحي ولا مثلا كان النظام الصحي شغال في كل الديكابوليس؟ الا هو لا الا في عمان السيستم كان عندنا معلق. بالضبط. تخيل يكون يجي زي هيك. قال لا عمان موضوعها ثاني من يوم يوم عمرنا عمرها ما صار. ليش اليونانيين وصلوا هون صح؟ لا بس الرومان. الرومان اليونانيين وصلوا هون يعني في اثار يونانيه بس بعرفش اذا يعني قعدوا فتره طويله او هيك مش متاكد بصراحه. يعني الاغريق اعتقد وصلوا. يعني انا الرومان هم اكثر شيء متاكد منهم. الرومان 100% سهله هي يعني لانه مدرج الروماني فاكيد يعني اكيد كانوا هون. مش معقول فاتحين فرع وما جوش يعني صح لازم يزاروا. وقصر عمره لمين؟ قصير عمره اظن برضو رومان. لا ايام الامويين اظن ايام الامويين هشام بن عبد الملك الخليفه الاموي وحدائق الملك عبد الله. هذا بصراحه انا بحب اطش فيه يا اخي. تذكرها زمان طبعا. يا ريت يا ريت يعني يرجع في اشياء زي هيك. بس بمقومات اليوم مش يرجع شيء زي هيك بالثمانينات. طبعا بلاش يكون في حد هسه مثلا بيحضر ومتنفذ وعنده القدره يقول لك انا ارجعها زي ما كانت بالثمانينات. قال هذا مش تراث. ما لهش علاقه زي ما هسه قال يجيب لاخوك الصغير اتاري القديم مثلا. لا ما مش هيلعب باكمان هسه. مش هيفهم شو هي. مش هيفهم شو هي اصلا. صار في بندوره ولا بطيخه بتاكل حبوب. هاي كانت باكمان. باك باك باك. طب نرجع لموضوعنا عن التعليم. بطيخة بتاكل حبوب. نرجع لموضوعنا عن التعليم. وهنا في سؤال أزلي في موضوع التعليم. أنو أفضل؟ التعليم الخاص أم التعليم الحكومي؟ والإجابة سهلة. والإجابة سهلة 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 سهلة. أنا ما عنديش إجابة صراحة. البطاطا أسرع. البطاطا أسرع. باكمان بوكل حبوب. شوف هلا أقول لك شغلة يمكن لأنه ظروف التدريس في الخاص يعني انت لما يكون عندك 40 طالب في الصف رجاء غير لما يكون عندك في 10 او 15 يعني هي بدها نقاش واحنا بنقعد نناقش بدنا نتخول يعني. بس انا درست من ابو الصف ب 40 ما انت عارف. طب احنا ما وانا وين يعني. لا لا ما تحسسنيش انه يعني. لا لا ما انت انا عارف انت من فئه الارستقراطيه. لا انت تعلمت العزف على البيانو وركوب الخيل وانت عمرك 12 سنه. قال هذا الحكي. انا مش الفتى النبيل. انا مش عايش في سويسرا. جد هي قصه حياتي. ليه طب انا ليه حزين يا حبيبي. انا في طبربور طارق بن زياد. يا سلام. تمام. ويعني لما بنوا الشهيد فيصل كليه الشهيد فيصل اللي هي تابعه للتعليم العسكري الثقافه العسكريه انتقلت عليها يعني القصه معروفه. هذا كل شيء صار معي. وانا مش انسان سقطت من السماء واصحابي وصحابي في طبربور لليوم موجودين وبزورهم. اسماء المدارسنا كانت يعني طبعا اي حدا من طبربور وطارق بن زياد الابيه والله كان في اساتذه محترمين. بعدين انا في بدايه هذا البرنامج استضفت استاذي اللي كان يدرسنا حسام الزبيدي. في اساتذه ثانيين لو لقيتهم لو عرف لو عندي تواصل معهم حوصل لهم. انا بصراحه كنت بحب اسماء مدارسنا اكثر يعني. انا درست اسماء مدارس الحكومه احلى يعني. المعتصم بالله تحس حالك في هيك شمخة انت شباب ليش ضرار ابن الازور. ما مثلا انا بعدين بعد ثانوي قتيبه ابن مسلم فاهم. انا الهاشمي. بالهاشمي. قتيبه ابن مسلم تحديدا يعني عرفت تاريخه بقنا انه هيك الاسم في الزبيديه طبعا. بس انا درست بنات مش حد. استنى شوي. لا هي بالهاشمي. اللي بالهاشمي الزبيديه. صح الجمل المسجد. ايوه صحيح نعم. مسجد عبد الله عزام. ايوه عبد الله عزام هو كان بدي هاي. كان في هناك مطعم الينبوع. شو بدك على مدرسه البنات هنا؟ مطعم الينبوع. لا بعدين مدرسه بنات تحكيش على الهواء انك كنت تروح هناك جاي وبعدين جاي بتبربور على هاشمي على مدرسه بنات. اكيد لا. مش اكيد لا. مش عندكم على طول. اكيد لا اكيد لا. دار خالتي ساكنين هناك. جد. فكنا نروح نشتري حمص الصبح هيك فعارف الخط المسير. والله انت قديم يا رجل. مطحلب جد. فانت اخذت الموضوع لحوار ثاني تماما. بعدين اذا بتروح يمين تطلع فوق في الاشاره. ايوه صحيح. كان في صالون حلاقه ابراهيم واخوانه ولا زال اصدقائنا طبعا. ابراهيم نصار ومصطفى نصار. وطبعا لا بفاجئك. بفاجئك بفاجئك.
والله فاجأتني بصراحة. هل هم أصلاً سكان طبربور هذول الإخوان؟ بس هم طول عمره فاتحين. إحنا اشتغل التعليم. مش عارف. بس أنا بتعرف بالمناسبة يوسف وإبراهيم كانوا معي في المدرسة. واحد أكبر مني إبراهيم. إبراهيم كان معك؟ مصطفى ويوسف ومصطفى وإبراهيم. لا إبراهيم ما لحق، كان 81 أو 80 أو 81. أنت ما أنت اختيار أكيد عارف. الله يسعدك. بس أنا كان مصطفى ويوسف كانوا أصحابي. إحنا ليش عم نحكي ما بعرف، بس أنا مبسوط في يعني أصدقاء التعليم. اسمع أنا أيام مدرسة عندي بصراحة كانت من أحلى الأيام والله. أوكي. يعني الشباب كانوا حلوين، ما أنت هم ولاد حارتك بالنهاية. والمدرسة جنب البيت، الأشياء بتحسها ملمومة. أنا حالتي مختلفة شوي. طارق بن زياد ولاد الحارة. الشهيد فيصل لا، كان في بساط الجيش كانوا يجيبوا من أبو نصير. صح. من لهاش مكان في ثاني من ماركة. فشوي وضعها كان مختلف يعني. ففي البدء يعني انا بالحاره شيء. طب ليش نقلوا اهلك من الحكومه للتعليم؟ كنت مشاغب؟ لا ناسي يعني، بمجرد يعني نقلوك على التعليم العسكري هيك لله في الرجاء. لا كانت مدرسه جديده فتحت ومبنيه جديد والها صيت يعني طبعا. وفكره انه احسن ارتب كذا والى اخره. وانضباط انا عشان موضوع الانضباط لانه اكثر لانه جيش. فقلت يمكن كان كنت مشعتل الدنيا في الحاره. لا مش هيك الفكره. انا لا كنت عادي جدا يعني، لا بعتبر حالي مشاغب. والله كنت مشاغب رجائي. لا جد هلا كان لي فصلات يعني كان لي فصلات، بس لما تيجي تقيمني انه مشاغب او مش مشاغب لا يعني لا مش لا اندرج. لا والله ضحكتك ما ريحتني. لا والله بقول لك كان لي فصلات. كان في فصلات يعني. لازم يمر عليك اصلا يعني. بس مشاغب لا يعني مش مشاغب ومش دريس يعني، مش مشاغب ومش دريس جد الرجل الابيض المتوسط. جد في كل شيء جاي في النص يعني. اسف يعني ما يعني ما ولا مشكل جي ولا وانا هيك كنت انه ممكن تملك نافه في الصف هيك يعني. يعني مرات تطلع منك شغله غريبه فالاصحاب اصلا يستغرب منك انت شو ليش بدك يعني بدك. شو هذا اللي عملته بالضبط؟ هيك اللي بتطلع فجاه وبتسكت فجاه. يا اخي اصحاب مدرستك لغايه مثلا الصف التاسع بتواصل معهم؟ طبعا جد؟ في من الثامن وفي من السابع. والله وانا كمان لانه في مجموعه كبيره ولساتهم في طبربور وبروح عندهم. وين بروح؟ اسمع اللي ساكن في مكان من زمان اظن على الاغلب بعده ساكن فيه. انا هيك بحس لانه حارتنا يمكن بيتين او ثلاثه اللي تغير، بس الباقيين مكانهم. لا هم تغيرت كل طبربور. يعني هم نفس بيوتهم بس انبنى حواليهم كثير اشياء طبعا. صار كثير ازمه تزمير بس على 12 بالليل. وتعرف اللي بالليل مثلا بيحل الجير وبلش يدعس غر 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 شو بيعمل يعني؟ ليه بيعمل هيك؟ ما بعرف بجوز يأثر فيي مثلا. مثلا يعني انزل اشجع ما بعرف. فبنرجع للتعليم المدرسي اللي احنا حكينا كل شيء له علاقه في المدرسه الا التعليم المدرسي. اسمع انا ايام المدرسه لا اله الا الله، ايام المدرسه غير عن التعليم المدرسي. بس مش مشكله خذ راحتك. لا اذا ايام المدرسه يعني جبنا نحكي تفضل. لا والله غير اتركك تفضل. لا نحكي عن التعليم المدرسي. لا طبعا. لا طبعا. لا لا وين انت وين المخرج؟ موضوعنا اليوم الرجعة على المدارس يا زلمه. العوده الى المدارس. مش التعليم. احنا بنحكي عن التعليم. قال انتوا فلحتوا اصلا التعليم عشان الرجعة على المدارس. الفكره كلها كانت حلوه. انا بتذكر اخر يوم بالعطلة الصيفية الحارة كلها تظل سهرانة لوجه الصبح. نلعب كل حدا بيلعب اي طبعا كل العاب غلط يعني. بس كنا مسمين هاي اللعبة طائرة ومسمين هاي اللعبة كرة قدم يعني براحتنا عادي بس بتذكر هذا اليوم كنا نظل 4-5 الفجر والحارة كلها جد زي المولد في مصر كيف مهرجان هيك كنا. فكنت احب حتى يعني فكرة الرجعة على المدرسة بلش بيوم حلو يعني. فهاي الايام جميلة. ايش اكثر دفتر كنت تحبه لما تروح تشتري؟ ال 64 اللي مسطر عادي. عشان أنا في دفتر لليوم قطلت. نفسي افهم شو هو اللي هو ايش دفتر الانجليزي اللي سطرين قراب على بعض سطرين بعاد. لا هذاك فرنسي. اوكي انا درست فرنسي معك حق صح تمام. لا الانجليزي اللي هو مثل هيك زي اربع سطور. كبرنا وصرنا نحضر افلام امريكيه ما بكتبوش على هذا. لا بعدين احنا نفسنا بطلنا نكتب عليه. طب هذا ايش؟ يعني هذا ايش؟ اي تسطير غير السطرين العاديات غلط اصلا يعني. قال الفرنسيين هم اللي بكتبوا سطرين صغار وسطرين كبار. ما وصلتش فرنسا. انا درست فرنسي بعدين لما شفت الافلام نفس الشيء. ليه كانوا مغلبيننا في الاربعه اصلا؟ غريب صح؟ ايش هذا؟ يعني انا هذا محيرني لليوم. دفتر الطبيعه كان وكنت احسه استهلاك ورق على الفاضي. دفتر الطبيعه مش مشكله يعني عشان ترسم قاله وتشف. كم مره؟ وتشف ولا هم مرتين صح؟ بالكثير. بس والدفتر الباقي كله بس اترك الورقه او امزعها. بتعرف تمزعها من هون تروح
جهة ثانية اسحبها. تصدق انه زمان كنت بفكر امزع من هون، بس يعني من هون عادي. علبة الهندسة نعتذر، بيكون في فلجار مسطرة، طول المسطرة في العادة، في العادة اول اشي بضيع المسطرة، بتصير تسطر بايش؟ بالعلبة نفسها. اه بالمنقلة ضيعتها، ما انت ضيعت المنقلة. فالعلبة نفسها بتصير تسكرها وتسطر فيها. بس بدك احتراف عشان لما تسطر هيك تنزل هيك وتسطر. مرات على عبط بتقلبها في المحل بتفتح منه بتسكر. صحيح. مش بسم الفصالة. ايوه. فاذا سطرت بيطلع معك زي هيك. انا متأكد انه ثلاث ارباع اللي عملوا شوارع عمان كانوا يسطروا هيك، لانه ولا واحد دغري. عجبتني السردية كثير، بلش معانا من التعليم اخذنا على المنقلة. لا جد حلو. عمرك كنت ماشي بشارع خاصة لما يعملوا جسر جديد ولا ايش تلاقي هيك زي هيك؟ انا متأكد كان يسطر بهاي. وكل مرة مرور هناك بسأل حالي ليه عاملها هيك هون؟ لانه اقلب المنقلة. اقلب علبة الهندسة سطر من الجهة الثانية. كان لونها احمر علبة الهندسة. مش مشكلة، بس هي ايش مكان هاي الفصالة. يا جماعة اللي بيسطر يسطر من الجهة الثانية، هاي اللي فيها فصالة ما تسطروا فيها. طب ما تنصحهم، ما تناصح وناصح، انصحهم يحافظوا على المسطر ما يضيعوهاش. هذا موضوع ثاني. هلا ضيعها بس خليك يا سيدي المنقلة، أنا راضي سطر في المنقلة. باشا تتذكر هذا كان الإشي اللي مش كنا شو كان الفرجار؟ الفرجار كان هون بتعلق قلم وهون هاي البوز. في فرجار ثاني كان بوزين، لليوم أنا فهمتش ليش حاطين لي إياه، بس كنا نغزغز بعض. انا بتذكر فيه هذيل اللي نغزغز بعض. والله يا ريتك ما حكيت. يعني انت فاهم الفكره انه جد انا صار يا زلمه انا قربت اموت، وبعدي مش فاهم ليش اخترعوه. صح، فيش زي هيك. مش من الجهتين مبوز، ليه حاطينه هذا؟ انا بشوفهم بالحروب. بالحروب بالافلام اللي مثلا ايام كان ايام هتلر السفن الشراعيه بيكونوا لابسين هذا والحذاء اللي مبوز والابصر كيف بيكونوا حاطينه بيقيسوا إشي عشان يضربوا قنابل اي قراصنه بشيء زي هيك. يعني بيكون بيزيد إشي من إشي وبحط بس ما. طب ليه حاطين لنا اياه زي اللون الابيض؟ هي ينال ساعه بيحكي بحاول يشرح لنا شكله ينال الوحيد في الاردن اللي عارف استخدامه. ينال انت طب عمرك استخدمته؟ شفت هو بقول لك لقياس الخرائط بس هو عمره ما استخدمه. يعني ترى ذنبه ذنبين، احنا على الاقل مش عارفين ليش. انت عارف ليش ما عملتها؟ ليش ما في خرائط؟ شو بده يعمل؟ خرائط ايش يعني؟ ما هي عشان تعلم على الخريطه يا حبيبي. ايام الجغرافيا لما وصلنا انه ندرس جغرافيا، انا هاي الشغلات شفتها في مدرسه الشهيد فيصل عشان اكون. كان يجي كان في خرائط اوكي، يكونوا ملفوفين بالحصه بيجي بفردهم. انا كان تطور هذا بالنسبه لي في خريطه. صح اللي كانوا يعلقوهم ملفوفين زي صح هلا تذكرتهم. ايوه ملفوفين بتعلق. أيوة. استاذ ناجي عارف الله يسهل عليه، بعرف شلون ايامه. هذا كان انجاز. شفنا خريطه صح وكبيره. لا مره طلبوا منا الاطلس يا زلمه، الاطلس لونه اخضر. الاطلس مهم. اوف انا كنت احبه كثير، بس انا لليوم هاي كان في خرائط، ما في الخريطه السياسيه اللي انت بتشوفها. أيوة الخريطه السياسيه بعدين في الطبوغرافيه. ما كنتش افهم ليش، هسا على كبر فهمت. وانا كمان نفسي والله نفس الشيء. الطبوغرافي انه خريطه سياسيه وخريطه مش سياسيه. طب احنا ليش ندرس السياسه؟ طب الثاني ليش حاطينه؟ ليش حاطينه جد؟ وعمرنا ما سالنا عنها ولا حدا اصلا تبرع يحكي لنا. وفي خريطه ثانيه كمان، وفي خريطه ثانيه في حافظين خرائط نرسمها. اسمع تعال نعملها. ماشي جهزوا لنا ورق وجهزوا لنا قلمين. ايش بدك ونرسم انا وياك خريطه. خريطه مش العالم اكيد لدوله معينه. اللي حافظهم انا مش حافظ، يعني بعرف دولتين ثلاث. بجوز يا سيدي اقول لك انا وياك نرسم خريطه الاردن. يعني نسبيا سهله. بجيبها. طيب حلو، متى الفاصل؟ مستعجل زمان الواحد ما عمل شيء زي لو بعدين مثلا لا انا اتحمست. بدي العبها هاي اللعبه. صح. لا حسيت في شيء من الماضي زي ما انا الاطلس هاي، وبعدين كان انه كتاب كبير فتفتح بلش تشوف العالم وهي الدوله هيك وهي عاصمه هيك. وبعدين ولما بلشوا يحفظون العواصم انه تونس عاصمتها تونس، الكويت عاصمتها الكويت، فاهم انه ليش العجقه هاي يعني؟ انه يعني طب ما لا في شغله غريبه انه اكثريه الاعلام في الوطن العربي بشكل عام بتحسهم نسخه يعني ديزاينين او ثلاث في شيء يعني. بس مثلا عالم المملكه العربيه السعوديه لحاله مع نفسه طبعا لانه يعني لا يعني هويه مختلفه اصلا. بعدين في علم ثاني ما بيشبهش اي علم، باقي الاعلام كلهم تقريبا نفس الشيء بس الاخضر بدل فوق تحت.
صح يعني هم أربع خمس ألوان اللي بتكرر في معظم الأعلام، الأسود الأسود والأحمر والأخضر والأبيض، هذول بتلاقيهم في معظم الأعلام. يعني هاي كانت من الملاحظات اللي كنت أستغرب جدا منها. كان يعجبني النسر ولا يزال بيعجبني النسر على علم مصر. مبدئيا هو مش نسر على مصر ولا هو أظن إنه عقاب. هو النسر عقاب؟ لا لا لا, لا. أوكي أحد الأنواع بس هو واحد يعني. لا شيء ثاني تماما، الشكل مختلف. لا بقى اسمع، هلا بنطلع فاصل بس نرجع بقول لك جد شو. بس على كل حال احنا عنا جائزة اليوم باذن الله. قديش عنا؟ 100 دينار. كم خريطه بتجيبنا؟ 100 دينار زي كل مره. حلو حلو ها شايف. طيب معناته تابعونا للاخر عشان اكيد بعد الساعه 8 راح نفتح الخطوط وتشاركونا بتجربتكم عن العوده للمدارس وتفوتوا معنا على السحب عشان تربحوا جائزة الحلقة 100 دينار. ونطلع فاصل صغير، خليكم معنا. أمجد ماله أم كل شوي أمجد. وبنرجع معكم أكيد أعزائنا المستمعين، تحياتنا أكيد لكل الأصدقاء اللي يعني انضموا لنا حاليا، وتحياتنا اكيد كمان للي بلشوا معنا من بدايه الحلقه. احنا جابوا لنا ورق علشان نرسم الخريطه اللي يعني راح تندموا انكم شفتوها اصلا، بس يعني ان شاء الله حنعملها. رجائي امورك تمام مع الخرائط؟ شو بدك، اي خريطه نرسم ولا خريطه معينه؟ انت شو حابب؟ مش عارف اللي بدك اياه. ما انت اللي اقترحت الفكره يعني، لا على البال والله. كانت دربت على الاقل دربت عشان ما نتفاجئش احنا. يلا نرسم خريطه الاردن. بدك ترسم خريطه؟ طب يلا اردن يلا. بسم الله يا رب ما تخزينا. كمان 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 بعدين هي هيك بعدين فيها هيك ايوه سنة فيها خط هيك بعدين هيك بعدين هاي الاشي اللي انا ما فهمتوش اصلا لما صار وقتها بعدين هيك ايوه بعدين انت شكلك وصلت معي لنفس المكان هيك هاي المنطقة اللي فيش فيها نفط ما شاء الله استنى هاي هيك لا هاي هيك استنى بعدين هيك بقول لك هيك وهيك ايوه مش عارف وانا عرضتها من هون ولا هي كويسه هيك يا زلمه انت ما حدش استنى هون هي فيها خطا من هون بس يعني الرسم تقريبها الرسم لا يعبر عن الواقع طبعا خطي يا حلاوه بعدين استنى ممكن نضيف عليها هيك 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 بعدين في اشي زي هيك ولا خلاص بلاش الابتكار مش عارف انا هو اقرب شيء يعني هو هيك البحر الميت هسه خلص لا استنى شوي ايوه البحر الميت خلص كان في زي التليفون بدنا بدنا نعين عليها المحافظات استنى ليش طالع معي زي قلب الكيك استنى شوي انا تقريبا خلصت لا اي استنى بدي اضيف لك عليها جدعانه من عندي اوكي هيك ايوه هيك ها بعدين هيك خلص ولا تزعل كيف كانت ايوه هيك يعني الى حد ما يعني جيد الموضوع جيد جيد الموضوع انا خلصت جد الابعاد في المرآة غير حقيقية الابعاد في المرآة وفي عيونك غير حقيقية مش بس طيب انا خلصت بس ما يفضل ما فيش داعي للمحافظة انا بتذكر هون ها الرويشد اروي هون العقبة ايه هون هيك كانت هيك بتيجي هون هيك معان ايوه يا سلام علي استنى هون الرويشد فعلا لا تتغشش لا شو اللي غشش ايش مش عارف هس في غش استنى هيك في كاميرا هناك اربد اربد هون هيك عجلون ايوه جرش. اول مره بشوف حالي وانا بغش حاطهم كثير بعد عن البحر الميت لازم البحر الميت فوق شوي اي هون هيك معلش يعني اهالي اربد وعجلون وجرش يعني انتم اليوم طلع تصير طريق للبحر الميت اطول معلش يعني حقوا علي بس يعني لا شو 5 كيلو فارقه معي يمكن 300 استنى هون والله امتحان صعب كل حال هي هون صح؟ هيك كرك هي هيك هون تكون انا اعتقد اني فزت عليك اظن الزرقاء هون الازرق مثلا ايش المفرق يعني اعتقد اني خلصت يا رب ما اكون ناسي شيء يا رب ما اكون ناسي شيء استنى ضل شيء الكرك هون لتكون اي هون هيك وهون الطفيله هيك ايه وهي هون هيك ايوه هسه عشان اكمل لك اياها ولا تزعل هيك هاي هون الجفر اوكي
خلص خلص كويس. ضع القلم، حكينا ضع القلم. يلا يلا ورينا يا رجاء. لا انت اول اشو احنا تبادلنا اشياء، احنا مين بده يحكم هون؟ اه اوكي ايش اعطينا الجفر. شو الجفر هون مش هون؟ لا يعني منطقة ما هي كانت تطلع دائما في الخريطة، لما حطيت انا طلعت غلط سبحان الله. يا المفرق، المفرق حاطه غلط انت، هلا فوق هي شوي مش هون. لا هو انا جر... انت وين جرش وال ما حطتهم عجلون عندك؟ ما حطتهم مش تركتهم. تركته فاضي السؤال. اه تركته. قال محافظات الشمال. طيب. تركته فاضي. هي هون هاي رسمة الاستاذ، هاي رسمة الاستاذ أمجد. بصراحة وفي كاميرا من فوق ما اعرفش كيف جابها هاي. ها في كاميرا من فوق جابها، كانت قوية. اها حط لك هون عجلون. هاي هون بدي اكتب امجد جرش انا ولا هاي امجد ايش حجازين شو هاد؟ اه هاي اللي هيك هيك. ها لا 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 عندي لا عندي. ايوه هاي امجد. لازم نعمل تقييم. لازم نعمل تقييم مش عارف كيف. شوف هلا اقول لك شغله بصراحه، يعني انا ما مش عارف اذا جايبين هاي على الطاوله. هو انت يعني انا كنت رويشه معطيها حجم احسن شوي. انت مصغرها كثير، انما انت مطلع اربدك يعني اربد طلع عندك تقريبا على حدود بيروت في لانه كثير طلع لفوق. ما هي بتوصل لهناك. لا اربد شو بتسوي في بيروت؟ لا هي كمحافظه هي هيك كبير. طيب ما هي بتمتد لأم قيس وأم قيس وال بقول لك لحدود بيروت انت رافعها بالخريطه. اي بيروت يا ابني جد بيروت يعني هنا انت بتكون جد طلعت من يعني طب ما هي وهي بالضبط على المثلث يعني. اوكي اخي مش بيننا المثلث كله لتحت رجاء. قلت لك الابعاد لا تعبر عن ال ومنصح الباديه شوي يعني الى حد ما. ما فيش فيها نفط. اذا فيش فيش فيها نفط تعمل بدك اياه معلش احنا يا عمي انتوا احكموا. هاي الصورتين قدامكم وانتوا احكموا، انا ماليش دخل. انا بعدين ما شاء الله واصل لسينا انا بايع اخونا رجاي يعني حاط خريطة فلسطين طبعا بس واصل لسينا كمان. احكي انت سولف سولف شوي. وهي وقعت السماعة. وهي السعودية وهي العراق وهي سوريا وهي هيك بدها تكون لبنان. كل واحد يكتب اسمه على الخريطة. ليه 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 هادي كل واحد اسمه يعني مهندس الصوت اخونا هادي بيقول كل واحد يكتب اسمه على الخريطه. ليش حبيبي يعني انتم تصلحوا لنا عليها وتعطونا؟ معقول تروحوا تسمونا على الرسم؟ ممكن ممكن فتحت علينا باب مقياس. تفضل سيدي. انا حطيت من الابعاد غير حقيقيه. هيهم هون بس رسمتي احلى انت صراحه وارتب. انت دفش خطك دفش يعني تعرف احنا في الهاشمي ما كانش تعليمنا يعني. طب طيب وهلا الترندات والاخبار غير الاعتياديه. ما بدك ليش بدكش تلعب اللعبة اللي منحزر بعض فيها؟ هاي في لعبة عندي. ها انا ما قلت ليش عنها انتوا يا اخوان بتغشوني. في لعبة هون منحزر بعض اشي. ايوه ينال دائما. لما توقف ما تعملش اشي يقول لك شو صاير شجرة عمود كهرباء كمان 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 قوار زريعة ابعد عن المزروعات زير جامع كلهم نفس الاشي بس زبطوا اكتر يعني منحوت اضبط وهيك. منحوت اضبط ولا مزبوط انحت؟ ايش ممدوح اسعد ممدوح ايش الاشي يعني لما بتقبل لما بيشبهوك بانك جامد زي اللبنة جامد زي اللبنة جامد زي ال انا تعبت. يستخدم في شو؟ بلاش. لما بتروح سياحة في العادة بتشوف منه كثير في المعابد القديمة. شكرا. جامد زي في المعابد القديمة. جامد في المعابد؟ لا زي اللبنة جامد زي اللبنة بس حلو الجواب. ترجعت للطفولة تمام. فكر عليك بتجاوب حصة جغرافيا. يا رب يا ساتر. سمعت عن جيمس ويب؟ انا بعرف جيمس ويب. جيمس ويب اللي هو التلسكوب. شفت اللي بحذر تلسكوب شفت. شفت اللي بحذر. هات هات مش نازل قال انت جامد زي التمثال. في عمره حدا قال لك فارس جامد زي التمثال؟ شفت انا بحذر حذر عين شمس. يلا لا
بسم الله. سهل كثير يعني. ايش بتلبسه برجليك؟ بوت؟ لا. كندره بستار؟ لا. شبشب؟ برضه لا. زعانف؟ برضه لا. يعني باليرينا يعني يعني ينال ما الضحك. يعني في شيء بتلبسه قبل ما تلبس هذول كلهم؟ جربات؟ يعني انت رحت لمنطقه ما بعرف شو هي. ايش طلع اخر شيء؟ جربات. لسه كمان مش فاهم. لا اله الا الله. لا انت ما وحيتليش انه طلع جواب صح. طب شو اسهل من هيك؟ ايش بتلبس برجلين؟ المفروض تحكي مثلا كندره. لا بجربات. بس انت صرت تعطي خيارات. طبعا افرض على حسب شو لابس شو حاب تطلع. حسب نمره رجلك. معك مفتاح. باب. اوكي. حطيت المفتاح بالباب بعدين شو بتعمل؟ بلف يمين او شمال. بفتح الباب. يعني كروكي. ايش بتسوي؟ خطوه خطوه. ببرم. اوكي وبعدين بفتح. كيف؟ بالايد الزرفيل. ايد الباب. ايد الباب او الزرفيل. ايد باب. ايد باب. ايد باب. ايد باب. على حيط خليل. جات طهولة. اوه اكيد همبرجر مدام. اوه ايش يعملوه في دبي؟ كبير كثير. صغره يعني هو مبنى مفزلك هيك وهيك. عملوه كثير كبير وانشهر وعملوه قصة يعني. برج خليفة؟ لا 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 اشي تاني. اشي تاني. اطول برج خليفة؟ مش طول. ما لهش علاقة في الطول. مبنى مختلف مميز. انا بامكاني اسهلها بس والله حابه صعب. طب شفتوا يا اخوان؟ شفتوا قبل بامكاني اسهلها. يعني الصوره بايش بتنحط؟ الصوره بايش بتنحط؟ في البوم لما بدك تعلقها على الحيط. في برواز. البرواز ايش له؟ له في خشب. ايش اسمها؟ اطار. اها اطار. طيب ممكن افهم شو دخل دبي؟ انا ما هم عملوا مبنى اللي هو دبي فريم. في مبنى مشهور. طب ما دام ما الصوره موضوعها يعني حاضره وانت احنا يعني لا انا حبيت اغلبك. طيب هلا بنشوف. هلا يعني عشان تقول لي جامد زي اللبنه. خطوات النجع معاليق النمل بالخل. يلا. يا ساتر. يمنع التراكمات البكتيرية. يمنع التراكمات البكتيرية. هنا مش بدك تصعبها. ابشر ابشر. يمنع التراكمات البكتيرية. الانتي بايوتيك المضاد الحيوي. حقير 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 يعني. انا مبدئيا يعني مش عارف اعطي اي خيار. ولا خيار عندي يعني. بتعرف احسن شيء ثاني احسن شيء صار معي في حياتي معجون اسنان. معجون اسنان يمنع تراكمات بكتيريا. صح. انا تصعب علي. انا جاي تقول لي دبي ليش؟ ايش تسوي في هذا؟ يمنع التراكمات مثلا. يمنع رائحه الفم. لا لا ما هيك بتهيك سهله. مضمضه. مضمضه. تايتانيك. سفينه اكبر باخره. خلص شفت كيف بامكاني اسهلها كمان. سهلها من الاول. بامكاني اسخنها يا حبيبي. وال هاي صعبة من دربوها. لما بروحوا جاها. فايش بصبوا لهم؟ قهوة ساتة. ايوه. شو في اشياء ثانية؟ كنافة. لا لا مش في الهاي من القهوة. هيل. لو يكون فيها اخضر. اخضر؟ يعني ما الا الخضار. الهيل اللي مش مطحون مش محمص. طيب ما الى قهوه سعوديه. ايوه. ما الى الاخضر. هي القهوه نفسها هيك كاتبين لي انا. القهوه نفسها مش محمصه زي العالم. قهوه عربيه خضراء. قهوه سعوديه شفت. بس هي ما بصبوها بالجهات. لا انا اساسا خليك تمسك كلمه قهوه. تتخيل جاه يصبوا فيها قهوه سعوديه؟ ايش ما اقول. ما مش فاهم. ايام الحرب زمان. كانوا يستخدموه السيف. لا الرمح. خلص اوكي.
سيف بقى لي يومين بحضر مسلسل الزير سالم حافظ كل شيء. يعني لو قلت لي شو اسم الحصان الزير قادم هربوا هربوا ايش لا اجيب لي الكاميرا ايش هذا مقطع مهم للجحدور ما بتعرف عمرك ما سمعته الجحدور تكبس معها على فصحى الزير قادم هربوا 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 طيب جرابة لسلي تبعنا طيب جرابة ماذا تقول يا جحدور شو شو لما بكون عند اخوك الصغير بصير عيد ميلاده شو بتجيب له كيك خلاص خلص بس شو رايك نروح ترندات وهيك طب انا قلت من اول واحد برد علي قول بنلعب بنلعب وانا تعبان من اللعبه الاولى متت وانا برزمت عاملها من قربت للعقبه في نفس واحد انت كمان ارحمني يلا يلا لعله خير بهدول لا نعطيها ترندات أعطني. نستعرض مع بعض الترندات والاخبار العالميه الغريبه بقول لك يا سيد العزيز تصميم صرصور سايبورغ يمكن توجيهه عن بعد ممكن افهم شو يعني سايبورغ والله انه انا ما فهمت يعني بس اي ثينك انه الي للتجسس اوف تخيل انه صرصور يعني بدخل بعيدا عنك من دقائق الدقائق ويتسلسل ويتململ وماذا تقولين لي عندما تلصلص يعني هلا صرصور الي يتسلسل زي رجل الي هذا هو السايبورغ هل تقولين لي انني احبك مثلا يا طه ايش ما حد ما انا قولي سايبورغ قولي احبك يعني صرصور الي اخترعوه عشان التجسس تجسس وهذا بيتحكموا فيه على جد زي الاتاري بيتحكموا فيه نعم بتحكم تام وانسى امور مولع اذا انت مش شايف انه كل شوي نعرف عن اختراعات بصير موضوع اصعب تبع الحياه انا بعتقد انه مش بعتقد يعني هي خلاص واضح فرطت هي فرطت يعني انت من يوم وطالع مثلا اذا بتعمل تشات مع حدا عادي يكون كتير انت بتعمل تشات مع كمبيوتر اصلا يعني طبعا. مع ذكاء اصطناعي وعايش حتى لو مكالمة فيديو طبعا شو اسمه هذول شفتهم اللي بي ديب فيك لا مش الديب فيك اللي هم البرامج للتشاتينج اللي بيكون فيهم حدا تاني طرف تاني يعني هو الموضوع غريب اللي راح احكيه بس هو يستخدم للاغراض الخلاعية عرفته في منهم كتير اصلا يعني 3D واشياء وبيكونوا يعني حقيقيين لدرجه غير شيء ما فهمتش زي ما يعني أنا ما فهمت لانه مره كان الله يرحمه مدير وحده الجرائم الالكترونيه المقدم رائد الرواجده مره كان يعني حضرنا هيك ندوه وكان نحكي فيه عن هذا الموضوع اول ما بلش يطلع ديب فيك يقول يا اخوان انتوا هذا انت بتحس حالك شايف فيديو فهذا اصدق شيء وزمان كان صوت بعدين صار في ناس تقلده فهي صوره فلا يمكن الصوره مش لا هاي فيديو والفيديو بتحضره كأنه فعلا حقيقي بس بيكون اصلا يعني انت عم بتشوف فيديو فعليا مش حدا مش انساني اللهم عافينا اللهم عافينا الدنيا اخر زمن عالم نفساني يوضح اسباب المشكلات في الذاكره شو اسباب مشكلات الذاكره من احد اهم يعني هي ضعف الذاكره عند الانسان الحديث استخدام الموبايل مينلي والكمبيوتر يعني صرت تحفظ انت فيديوهات صرت تحفظ صور ارقام اسماء طبعا ارقام كذا كله 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 مسيب فانت فعليا يعني صار في خمول خمول في استخدامك للذاكره فطبيعي انه بتعرف صح هذيك النهار انا وياك قبل يمكن حلقتين او ثلاث كنا بدنا نحسب شغله طلنا موبايلاتنا اثنين نحسبها على الموبايل مع انه كانت عمليه عاديه كان ممكن يعني يعني برقمين في رقمين فهمت فانه فعليا شكله بضعف الذاكره شكله شكلنا اذا فكرت حالي خرطنت هانت 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 شو ما تقوم تطعمني إيه؟ طيب نطلع فاصل صغير الطعن. ونرجع بعديها نكمل اخبارنا الغريبه خليكم معنا رجعنا لكم اعزائنا المشاهدين والمستمعين وفي معنا خبر دائما بحبه لاجئة أوكرانية أيوة بس هالمرة مش هي نفسها مش تحت الأسبوع الماضي؟ لا مش نفسها أوكي تخطف مليونيراً بريطانياً أيوة ومش هو نفسه من زوجته يعني متزوج هاي نفس القصة الماضي بس نفس سنين هذاك مش مليونير طبعاً هذاك كان عنده شركة شركة أمن وإلى آخره هذا موضوع تاني بس بنفس الطريقة لاجئة أوكرانية تخطف أوكي. مليونيراً بريطانياً من زوجته هلا عشان يعني هي بس انا اموت وافهم ايش يعني ما مش فاهم يعني شو هم مركزين على بريطانيا يعني دائما هاي القصه من بريطانيا
فمش فاهم أنا، مش قادر أفهم يعني، يا إنه هم حلوات كثير مثلاً والبريطانيات شنعات كثير، يا إنه مثلاً في قدرات هائلة، ما في في إشي مستحيل يعني، ما في إشي إيش بس شوف سحر. لا لا شوف يعني كمان بريطانيا مش محرومين، بعدين تحكي عن مليونير قاعد يعني، لو مليونير من تنزانيا أكيد حي يعني يقدر يعني يشوف بنت حلوة في حياته، ما هو مليونير. طيب ها يلا ها انت هيك صعبتها اكثر. ما هو بقول لك الموضوع مش مفهوم يعني، انه ليش دائما، انه ليش مش من ايطاليا مثلا، ليش ايوه ايوه ألمانيا. هي هاي انه ليش هالقصه دائما شو قصه البريطانيين مع الاوكرانيات. ايوه هي هاي شو قصه البريطانيين مع انا بدي افهم الان. بعدين معهم مصاري، واحد كان عنده شركه امن، واحد مليونير يعني مش فايش يعني يا اخوان. الزلام زلام ردوا علي، الزلمه زلمه يعني، وين بتعرف والله لو انه بجد في تشاد، بتعرف جمهوريه تشاد الديمقراطيه يعني عينهم زيغة، عينهم زيغة فرجة، بس ما اختلفناش غير زوغان العين. هسا بنرجع نحكي في معادلة، ايوه الاوكرانية مع البريطاني المتزوج، في اشي بيصير بيعمل مش عارف، في كيمياء بينهم هيك. مش عارف بصراحة ولا انا ما عندي. اعطيك كمان خبر عن بريطانيا. ايوه في برنامج تلفزيوني حاليا في بريطانيا بيقدم فواتير الكهرباء جوائز. كيف يقدم فواتير الكهرباء جوائز؟ اوكي روسيا روسيا يعني قصده بدفع يعني بدفع فواتير الكهرباء والله. فلك ان تتخيل قديش فواتير الكهرباء هناك امورها طايره لدرجه انها صارت جوائز وبرنامج تلفزيوني. والله يا بوتن نيمت اوروبا من المغرب. ما نعملها يعني للتاريخ، بوتن نيمهم من المغرب، دخلنا على فصل الصيف اكلوا هواء. قصدك على الشتاء؟ على فصل الشتاء عفوا. هم انا بدي احضر بدي اشوف شو راح يصير. بدي اقول لك احنا خزننا وامورنا طيبه، وهو بقول لهم اوكي خزنتوا وين صرنا اسمع نورد ستريم. كيف هاي نورد ستريم؟ بس بدي اقول لك الاسبوع الماضي يعني قبل 4 ايام سكروه بشكل كامل خلص، يعطيكم العافيه عشان تحديد سقوف الاسعار. انسى مولع الامور. انا حابب اللي بيعمله بوتن، مش حابب بوتن، انا بعرفهم مش اثنيني بس انه في واحد جد قادر ينيم هاي الناس، لانه هاي الناس سبب يعني بلاوي الكوكب. فاجاك واللي يربيكم حبيبنا حبيب علي بوتين، حبيب ابو البواتين ابو الابتان ابو الابتان. معنا اتصال سعاد. سعاد يا سعاد مساء الخير. يا مساء الورد. انا شايف سامعك مرتين الديلي مش معقول. الو مخرجنا الاستاذ رامي، واضح انه في ديلي سيدي. انا معكم. انت معانا سعاد، كيف حالك؟ تمام الحمد لله، انتو كيفكم؟ والله احنا بنجنن يا سعاد. سعاد لا ما هو يعني سعاد تفضل احكي. تفضل اخي رجاي. الله يزيد فضلك. ليه صافي في الشاشه هيك؟ هلا انا بدي استنى الصوت ليوصل، حاسس علي بحكي مع بلوتو. ان شاء الله امورك طيبه. حلقتنا اليوم عن التعليم، وهل التعليم الغالي افضل من التعليم الرخيص وهكذا، فشو رايك؟ هل التعليم العالي هل التعليم العالي يؤدي الى دحضره اللبن اللبن الجامده اللبن الجامده اللبن الطريقي ما هو حكى اللبنه واللبن الجامده وما جامده اجمد من اللبن. والله التعليم احنا يعني تعلمنا لا بمدارس غاليه ولا بمدارس حكوميه عاديه، ما كانش ايامنا اصلا، وما كانش لا في مدارس خاصة ولا في، وهينا ما شاء الله علينا. لكن هلا صار تعليم تجارة. صح، في من يعني في ناس كثير، لا حرام اكيد مش كلهم، بس فعلا في يعني في كثير ناس صار الموضوع بالنسبة لهم تجاري. هلا انت لاحظت بالتوجيه معظم الاوائل كانوا حكومة. صح. فيعني برجع الوضع للشخص نفسه. وكمان شفنا طبعا اردنيين طلاب يعني جابوا في التوجيه معدلات مخيفة زي البعجلون ذوك الحراحشة. بالضبط. يعني 99 فاهم؟ 99 حدا جايب وهو عايش ضمن ظروف فعليا ظروف قاسية فعلا يعني، وعلى طبيعة الحياة وطبيعة الكذا كانت يعني مش ما بتساعدها، ومعك حق بصراحة. هي ذكا يعني ما أظنش في مثال أوضح من هيك، تشتغل على حالك اشتغل على حالها، ما هي كانت تشتغل على حالها بس برجع للشخص نفسه. صحيح صحيح. ولا يعني رجاء قبل شوي بيقول احنا زمان ومش زمان، رجاء انت قدمت توجيه ما كانش في جامعة أردنية أنا بتذكري لسه ما كان لسه عم يبنوا فيها كلها ضاع. سعاد نشكرك جدا. شكرا ويا رب ضلي متابعتنا ومشاركتنا. انت كتبت يا طبعا طبعا، بس تعرف شغله ايش كانوا يحكوا لنا؟ والله دراسة ضوي الشمعة وهيك. هذا انا
انت درست انت ما كانش في شمعة ما كان في اختراع الشمعة زمان زمان انا المترك مترك انت كان القنديل الزيت عرفت في العصور الوسطى شفت تحت ضوء الشارع وانسى لما كانت تشتي واجيب كيس عشان هيك وانسى امور غريبه جيب كيس انت قاعد على بسطه شو تجيب كيس ما هو ضوء الشارع كيف بدي اشوف كتاب بدي وش تنازل لازم يكون في كيس اذا انت لو شتت عسنتك ما قدمت امتحانات صح انا بروحش انا نفسيتي اذا تعبت في طريق الروح بروح اذا وقع مني القلم بسلم الورق ما حد ايش بزعل عن جد يعني يا الله والقلم مش مبرمني معانا ريم الو مرحبا مرحبا ريم كيفكم اهلا وسهلا شو اخبارك الحمد لله تمام ريم دارسه مدرسه خاصه ولا حكومه لا هيك وهيك ايش هيك وهيك كوكتيل هي يعني خاصه وحكومه يعني بحصه هون حصه هون لا دخلت مدارس نصها خاصه ونص نص حكومة دخلتي مدارس نصها خاصة يعني مش يعني أستاذ العربي حكومة أستاذ الإنجليزي خايش في أي مدرسة ولا الساحة مشتركة مدارس الكويت بالكويت في شيء زي هيك مش عارف بس يعني أكيد إنه مش غريب بس اللي بتحكي كثير غريب يعني في مدرسة نصها حكومة يعني لما ينزل راتب الأستاذ بيستلمه من وين إيه تأمين 150 ليرة من هون 150 ليرة من هون تبع الحكومة بقول له روح خذ في كوبونات رز وسكر ريم ما بتحب الأناناس ليش ما بتحب الأناناس أنا بحب أكثر فاكهة يعني الموز فاكهة أكثر فاكهة بتحبيها الموز الموز هي ما بتحب ما بتحب الأناناس لأنك بتحب الموز وهذا يعني هي قاعدة معروفة كما قال البحبحاني أي حدا بحب الموز ينسى الأناناس مش عارف ريم أنت متأكد أنك تعلمت في الكويت أكيد أنا حاسس هاي يعني ساحل العاج هيك موضوع الموز والأناناس غريب شوي طيب بدنا نشكرك ريم ويا رب دائما نضل متابعتنا وتسمعينا وهي أغرب المكالمات اللي أنا حكيتها في حياتي في حدا درس نص حكومة ما أنا درست في حكومة وانهبلت ما بقى أنا حاسس حالي جايب طبق شاورما نص لحم نص دجاج لا يكون في مدارس ميكس زي ما في عندنا شاورما مثلا أنا الشاورما ما حدش يجيب سيرتها في حياتي ليه؟ لأسباب خاصة ألو شو أسباب خاصة يعني ما فيش حد أنا حكيت ألو أكل حاله فيش حد حكيت ألو طب يلا حنين ألو مرحبا يسعد مساكم اهلا وسهلا كيف حالك حنين الحمد لله تمام يا رب يكون اجابتك اوضح درست مدرسه خاصه ولا في حكومه بدي احكي لك زي البنت صراحه ايش ميكس برضه درست اثنين كيف يعني اول ثلاث صفوف درست مدرسه خاصه اوكي بعدين كملت الحكومه هذا منطقي حكت لنا انه نفس المدرسه بتيجي نصين انا ما فهمتش يعني انا هيك تفكيرتي كانت ثلاث صفوف خاصه بعدين رجعت على الحكومه يا اخي صح في ناس كثير كان درس اول ثلاث سنين بخاصه عشان ياسسوا انجليزي اوكي طبعا هو طلع هناك مش حيتذكر يعني طلعت متاسسه طلعت متاسسه ما شاء الله والله يعني انا حتى على التوجيه ما كنت متاسس بعدني شوف ما هو المدارس الخاصه يعني فيها شويه رفاهيه للطالب غير عن الحكومه يعني ما كنا نمشي الباص وصلنا لباب البيت نروحنا في احترام للطالب ما في ضرب زمان كانوا يضربوا المعلمات يعني ما هلا منعوا الضرب في المدارس بس كانت مدارس حكومة الطلاب ينضربوا مدارس خاصة لا كان في أي ملاحظة فيها احنا في المدارس الحكومية ما كانوا يضربونا لا استني معلش حنين معلش احنا في المدارس الحكومية ما كانوا ننضرب كنا نتنجد تنجيد يعني هذا الشيء كان ننضرب في المدارس الخاصة يعني طبعا اكيد ما هو يعني هو الواحد بيقول لك مش معقول جاي ادفع لابني مصاري عشان ينضرب للمعلمة على طول ياخذوا فيها يعني يحس حال الواحد انه يعني كيف مسموعة المدارس الخاصة ما كانت حنين انت معلمة؟ اشتغلت فترة معلمة والله حسيت قلب الام حسيت مش لله هذا الوصف والله شوف اشتغلت مدرسة خاصة معلمة ولازم تحكوا على المعلمات المدرسة الخاصة قبل الحظوظ صراحة والله احنا ليش بتعبوا ما في مقابل صح انت لو تابعتينا من البداية لو انك متابعتينا احنا يعني تعرضنا لهذا الموضوع بعد في حلقة كاملة تشوفونا احكوا عنا يعني نفتح الموضوع اصلا من بابه حلقه كامله من بابها على هذا الموضوع كيف عم بنضم لمعلمات في المدارس الخاصه اللي زي ما حكينا ترى كل هذا انا فاهم اللي حكيته انت مش مترجم يعني لا يعني انا سرحان قلت مش عارف الحلقه يعني انا سرحان مش عارف صراحه شايف عشان بحضرك على الشاشه فضو الكنبه هناك كثير عجبني يعني هناك بجيب احلى بجيب من زي على دارنا قال لي هناك انت اللي هناك احلى من انت اللي هون شايف يا حنين شو عامل فيه شايف على كل حال حنين بدنا نشكرك جدا ويا رب دائما تضل متابعتنا وتسمعينا وكمان اسمك دخل معنا على السحب وعلى ايش كنا نحكي احنا قبل انا اسمي بدي احكي لك خبر
يعني لفت انتباهي. طلع عندك اخبار من وين؟ تفضل. بقول لك هل تريد كشف شخصيه احد وسلوكه؟ حدث معه لاربع دقائق. انا حكيت مع امي بجوز ابو ما يقارب الأربعين سنه. حكيت مع اختي. المتزوجين كل واحد حكى مع زوجته، كل واحد حسب قديش ربنا ابتلاه. ما اظنش انه ما اظنش انه في حد فيهم يعني صح؟ هذا. طب ايش هو؟ هو بقول لك يعني عالم. عالم اكتشف بعلم النفس انه اذا بدك تكتشف شخص حدا او سلوكه بتتحدث معه لاربع دقائق. انا كنت كون اربع دقائق سرحان يعني مش عارف عن ايش بحكي. ما بعرفش عن ايش بيحكي هذا الدكتور، بجوز هو بيسال اسئله معينه بعرفش مش فاهم شو بده. مش امانه صح؟ ما انا مش شايفها. علقت انا نفسي. علقت. بس لهذا الدكتور عمل دراسه ورا الدار هي اللي تعرفت دراسه منها اي في مختبرات ورا الدار. ورا الدار لاب. الو. الو. امال. مساء الورد. يا مساء الفل والياسمين، كيفك يا امال؟ الحمد لله تمام، انتو كيفكم؟ والله بنجنن. امال اعترفي، درستي مدارس خاصه ولا حكومه؟ اكيد حكومه. اكيد حكومه. أكيد حكومة، مدرسة حكومية. ما احنا كمان أكيد حكومية، وأقولنا رجائي أكيد حكومية. استنى بقول لك لما تعصب تتفشش في أولادها. لا يا أمال، لا يا ماما، لا ترجيهم نجوم الظهر اللي كان يطلع علينا ونطلع في أولادنا. لا يا أمال، لا طول لي عمرك. لا غلط. هيك وهيك. شو هيك شو قصة اليوم هاي؟ مش عارف اليوم كله نصين كرهات. تأكل كنافة يا أمال؟ نافية طبعا. نص خشنة نص نعمة اكيد شكله. شفتي انا حاسس شكلك جاي على بالك كنافة. والله شو بتحب؟ بقى الوربات. الوربات لا تعتبر كنافة بالله عليك. طبعا خلص زي اللبن. زي اللبن. اوكي ما فهمتش. طيب اولادك حاططيهم في مدرسة خاصة ولا في حكومة؟ لا مدرسة حكومية. حكومية كمان. طيب لو يعني حاططيهم عن قناعة ولا ظروف ولا كيف؟ ظروف وقناعة. ظروف زائد قناعة. طب لو تغيرت الظروف ممكن انك عطول تحطيهم في مدرسة خاصة؟ ممكن يعني مش اكيد برضو. لا مش اكيد. يا حبيبي يعني بوجهة نظرك انه ما يعني هذا موضوع مش مهم؟ لا هو موضوع مهم. تركيز على الدراسة. لا انا قصدي مش مهم انه ما هي نوعية المدرسة يعني وين يدرس الطفل. يعني انت حطيتيهم في مدرسة في النهاية الدراسة مهمة، بس انت مش فارق يعني مش مهم بالنسبة لك شو نوعية المدرسة. لا انا بالنسبة لي مهم نوعية المدرسة، بس الواحد حسب الظروف. اذا تحسنت الظروف ممكن احط الاطفال المدرسة. والله بصراحة احنا انا كمان اهلي كانوا يحكوا هيك، ومش عارف صار عمري 38 سنة ولسه يعني الموضوع يعني هسه برجعوني حكومة عاد وعلى نفس المدرسة تحديدا. انت لا تخربها عشان الاولاد جنبك. لا أنا طبعا مزبوط. تحكي لنا من البداية. جيف بيزوس درس في قطر عن جد. إيلون ماسك مثلا ضرار من الازور. مش فيها شيء. ومعروف كان دائما يعني خلينا على في له جداريه في 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 الويبده رسمينه وهو بكره سندويش فلافل. معروف إيلون ماسك. بنشكرك جدا امال. هاي اسمك كمان دخل معنا على السحب. فكره السياره الكهربائيه من وين اجته؟ من عشان لا عشان يقدر يهرب من السياره بدون ما يطلع صوت من المدرسه. معروفه بده سياره ترجع ريفرس. يا اخي انا اليوم انت معلوماتك عجيبه. انت وين كنت لما تيجي هون؟ ما فين قاعد؟ والله في البيت. ليكون مع صاحبنا لانه بقلب اخبار كثيره. لا لا والله لا لا اكيد. سناء. سناء يا سناء. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. هلا كيفك؟ هلا والله. كيفك؟ ان شاء الله بخير. الحمد لله رب العالمين. الله يسعدكم ان شاء الله. منورين الشاشه ما شاء الله عليكم. الله يسعدك رب. سناء درستي مدرسه خاصه ولا حكومه؟ لا يا اخوي حكوميه. والله حكوميه. فرقت معك ولا الامور عندك تمام؟ تمام الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. يعني ما كانش ولا في مدارس خاصه يا اخوي. هو انتشارها كان اقل يعني كانت موجوده بس انتشارها اقل وما كانت الموضه فعليا زي اليوم. ما هو القرى ما فيهاش يعني شو ما القرى ما فيها مدارس خاصه. كيف تسمى المدرسة البلد بدك تروح عليها خلصتي من صف أول تسمى التوجيه. أي نعم من صف أول للتوجيه. وين؟ بالغور؟ لا هي دارس حكومة. حكومة. لا ما حكيناش وين يعني هيك أنا حسيت فكرت المحافظات مثلا. المحافظات نادر مفيش خاص أظن غير يمكن من كم سنة طلع الخاص بالمحافظات. كان قبل هيك كله حكومة أكيد. أي نعم. سناء صحتين اليوم تغديتي دوالي؟ على قلبك.
صحتين والله صحتين يعني. واسمك دخل معنا. لهلت قريبين كطمشتي. يطول عمرك. والله يعني. سعد قلبي. إيش؟ لا أنا أول امبارح أمي كانت عاملة دوالي معي. يعني. خاص أنا بسامي. يعني هذا الاتصال لو الأسبوع الجاي بقول لك آه بس. أكل الأم أكيد ما بيعلى عليه. يسعد قلبي. تسلم تسلم. شكرا يا سناء اسمك دخل معنا على السحب إن شاء الله تكوني من الرابحين يا رب. في معانا آلاء من لاحظ الأسماء سناء آلاء أمال وأمال آلاء أمال ما فيش واحد لحاله بدلنا هلا ولا شبكة إنه استخيل سبحان الله ولا شب ألو مساكم هلا والله آلاء كيف حالك أهلا يا آلاء شو أخباركم والله ممتازين جدا الله يسعدكم مدام خلصت موجة الحر فأنا أكيد ممتاز والله طبعا أكيد أكيد أنا هذا الجو كثير بحبه أوف أوف بصراحة الأجواء بالليل خرافية عن جد ألا درستي مدارس خاصة ولا حكومة؟ خاصة وحكومة خاصة وحكومة نصين ولا أنت ولا أول ثلاث صفوف؟ يعني أول ثلاث ثالث خاص ثالث حكومة شايف بقول لك سلوك تأسيس. عام كان عند الأردنيين فعلا أساس فعن جد الحكومة كان إنجليزي فيها من الخامس من الخامس نعم صحيح فتأسيس إنجليزي وبعدين بيحولوا فعلا أنا صرت رابع ما أخذت إنجليزي لما دخلت في الحكومة أخذت من صف خامس لأني كنت نخبيت وأنا بالخاص. أوكي. هاي كانت خطوة وفعليا الأهلي فكروا فيها صح. بس ليش كان من الخامس الإنجليزي؟ والله ما أعرف مش عارف. غريب ليه كان الخامس؟ ما بعرف شو كان المبرر أيام. يعني قبل الخامس بنمرض. بس حاليا مش هيك صح؟ حاليا من البداية. لا حاليا بعدين بيعطوا الكي جي 1 والكي جي 2 الإنجليزي. اللي هو بستانو تمهيدي هذا صح؟ ايه بستانو تمهيدي الكي جي 1 والكي جي 2 انا اذا بورجيك وين درست كي جي 1 بتهربي كهف كانت مع ماوكلي ماوكلي مع ماوكلي لا بدنا نشكرك جدا واكلب اكلب اغرب اكله عفوا اكلتي هاي الكرشات الكرشات هاي ما بتحبها كثير بس انه اجيت ذقتها يعني هيك بس ما باكلها يعني انا ما لهاش داعي والله والله ما لها داعي إذا من تهديك النار كنت في ظل أنا زوجي بحبها أنا لا والله نحن نحييه وبنقول له يعني حافظ على هذا المستوى من الأكل لأنه أنا شخصيا كثير بحبها وهو بيكلم عليكم وبحييكم يسأل قلبي شكرا كثير أحكي لك كمان خبر كتبت الاسم دخل على السحب ولا أوكي مين معنا معنا رمزي رمزي ودع رمزي ألو ورمزي آخر اتصال كمان ولا تزعل رمزي الو الو رمزي وين رمزي هون الو لا شكله ما بدون شكله, شكله ما في رمزي طب ندخل رمزي على السحب معنا ولا لا يا شباب بدون رمزي طيب خلاص بقول لك بدون رمزي طيب. ندخل هاي الاسماء عندك طيب والله عاد كلها بنات عاد لو رمزي دخل السحب كان ايش كان ايش كان ما ربحناهوش عشان يقول والله ما مظلومين مع البنات وهيك وحقوق مرأة وما حقوق مرأة ايوه في اسم سحل هناك بس احنا نعتبر لازم تاخذ اللي سحل اصلا هاي ريم ريم مبروك ربحت معنا 100 دينار جائزة البرنامج وانت اخر مره بتكتب اسماء ليش لانه يعني يعني هيك وهيك ومش نفس صح اشي صيني طالع لويه هيك بالعكس لوي ريم طب اعكسها وقرأها ريم يعني بدل ما تقعد تعكسها تقرأها لوي انت خليها طبيعية وقرأها ريم ريم ألف مبروك وحظا أوفر لكل أصدقاء وأكيد كل خميس بنفس الموعد على عمان تي في على روتانا على فن اف ام دايما بتقدروا تشاركونا وبأشياءكو عن مواضيع الحلقة قصصكو كمان تدخلوا معنا على السحب على 100 دينار كل خميس بنفس الموعد الساعة 7 المساء دائما فقرات جديدة وشكرا كثير شكرا رجائي غلبناك معنا اليوم الله يسعدك قميصك اللي مش مبين له الله يسعدك الحمد لله نشوفكم ان شاء الله من الخميس من 7 ل 8:30 كل خميس انا وامجد حجازين تصبحوا على خير باي